السلام عليكم. بص، انا ناس كتير قالوا لي على الخيط لما بيجوا يخلصوا بيربطوا الخيط دوت في الكريستال وبيصرفوه وبعدين يرجعوا يحطوا فتلة جديدة. فانا هوريكم الطريقة اللي انا بشتغل بيها. اجي فتلة اللي هتخلص خلاص واجي الجديدة، اخد الاتنين على بعض اهو اهو، شايفين؟ لفة واحدة بس اهو، واشدها كويس. واجي انا لضمت لضمه وبربط ربطه اهي، بربط ربطه واحده بس عليها اهي، ادي الفتلتين اهم، هربط ربطه واحده بس اهي كده، شايفين؟ وبشدها كويس اهي، بصوا اهي، مهما هتشدوها مش هتقطع ان شاء الله منكم ابدا. ماشي، وهاجي اوريكم هنعدي الخرز فيها. لازم تشدوها كويس الاولى وتشدوا التانية كمان عشان الخرز يعدي منها. بسم الله، ادي الخرز بتاعنا. لما تيجوا تشتغلوا مش هتاخدوها كلها مرة واحدة، لازم هتعدوا الخرز الاول، ما تاخدوهاش كلها في دايرة واحدة وتلفوها تشدوها شدة واحدة، لا، عدوها من الاول من واحدة واحدة كده اهي، بتعدي اهي، عشان اللي قالوا لي الخرز ما بيعديش معانا اهي، بتعدي اهي، لسه معانا العقدة اهي. انا لما اشتغل وامشي بيها هتصرف معايا في الشغل اهي، عدت برضو اهي، هخش تاني اهي، بوريكم ان انا عديتها ودخلت بيها وطلعت بيها وشغاله اهي، مفيش اي مشكله. ماشي اهو، هتكملوا الشغل بقى كده عادي، مش هتاثر معاكم في اي حاجه. فيديو سريع كده وعلى مقاسهم، وربنا ينفعكم بيه. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.